يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير إليك. كيف اليوم؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. صباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا. صباحنا اليوم بلش معكم بفقرات جديدة ومواضيع جديدة ومهمة أيضا بتهم جميع المجتمع السوري طبيا ثقافيا واجتماعيا. كالعادة بدي أتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات القادمة تحمل معك كل الخير، أهم شيء إن كانت بقراراتنا أو كل التفاصيل يلي بتمر بحياتنا. صباحنا مكفي معكم، ولكن بالأول بدي أرجع بلش مع سلمى. صباحك عن جديد عفاف، صباح الخير لك، صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يحضرونا. طبعا نهار جديد، ساعة وربع من الوقت رح تكون فيها محطات صباحنا غير مع الضيوف الاختصاصيين من مجالات مختلفة. أكيد الصباح هو بداية نهار جديد، إن شاء الله هالبداية تحملكم الرزق والخير والتوفيق. خلينا نروح لفاصل غنية صغيرة ونبلش محطاتنا معكم. متردد شيء أنت سلمى؟ بالقرارات مو كتير، شوي بس بدها تفكير القصة، يعني باخذ وقت ما دغري بحسم قراري، لازم يمكن ببعض الاوقات. ولكن اصحاب التفكير الزائد هون بيوقعوا بمطب بيحتاروا، انا احترت كيف بدي قرر. اليوم كتير من الامور الحياتيه بتواجهنا ان كان بشغلنا ولا باي مجال من حياتنا بيكون التردد هو سيد الموقف، وكثير من الاشخاص بيحتاروا بين عده بدائل او عده خيارات قدامهم وبيظلوا عم يفكروا يمكن بالاخر ما يطلعوا بنتيجه. سلمى صحيح عفاف، هاي المشكله بحد ذاتها انه انت ما توصلي لنتيجه. ممكن اكيد وطبيعي انه نحن نفكر بقراراتنا لحتى نقدر نوصل للقرار الصح اللي بدنا اياه، لانه اكيد القرار هو مسار بالنهايه رح نمشي فيه ورح يحدد طريق معين، اما رح يكون نتائجه سلبيه او ايجابيه على حياتنا. ولكن بالنهايه التردد له حد معين، قيمه هالحد بيزيد وبصير سلبي. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل، كيف الأشخاص ممكن ياخذوا قرارات بحياتهم من دون تردد، مع ضيفتنا اللي معنا بالاستوديو الأستاذة رند نضر، وهي ماجستير بعلم النفس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي، خلينا نقول أصحاب التفكير الزايد قديه ممكن يوقعوا بفخ التفكير الزايد انه ما يقدروا ياخذوا قرار. طب هون امتى انا بدي شخص حالتي اني انا شخصيه متردده بكل مجالات الحياه؟ تمام. هلا بالبدايه الشخص المتردد بنلاحظ عليه انه هو بيتردد بابسط الامور، تمام، مو بس بالقرارات المصيريه والهامه. فهو ممكن على مبدا بسيط انه يختار يشتري هالقطعه ولا ما يشتريها، فهو بيتردد بابسط شيء، يروح ما يروح بيتردد، يعني بابسط التفاصيل هو شخص متردد. بالاضافه بنلاحظ انه هو شخص كثير بيفكر وبيحلل بشكل مبالغ فيه، لدرجة انه هذا التفكير الزائد بيعطله انه هو ما يقدر بقى اخر الشيء ياخذ قرار، انه بيستنزف طاقته وجهده بالتفكير بدون ما ياخذ بعدين اي قرار، وهذا الشيء بينعكس بعدين على ثقته بنفسه، انه هو بصير بينظر لنفسه انا شخص ما عم بقدر اخذ قرارات بحياتي، ما بحسن بدون اخذ قرارات، بدون ما ارجع للاشخاص يشوروا علي يا ترى اعمل ولا ما اعمل، رغم انه ممكن هالاشخاص يكونوا ما لهم علاقه ابدا بالموضوع ولا بيمسهم قريب ولا بعيد وبياخذ رايهم، او اذا اتخذ قرار فهو دائما بشك بقراره صح ولا مو صح، لهيك بنلاقيه ممكن يلجا لهم انا صح اخذت هالقرار، دائما بيطلب التوكيدات انه انا صحيح يا ترى هذا القرار اللي اخذته ولا لا، بشك بقدراته. بالاضافه دائما بنلاقيه بيهرب اوقات من اخذ القرارات، خذوا لي القرار، لانه هو بخاف من اللوم، بيهرب من اللوم لانه بخاف يقولوا له انت غلطت، ما كان لازم تعمل هيك، قلنا لك لازم ما تساوي هيك، فهو بنلاقيه بيهرب. هي يمكن مشكله كثير كبيره، حتى كنا اليوم عم نحكي انا وعفاف قبل الهوا عن شيء شبيه بهذا الموضوع، انه احيانا في اشخاص بيوصلوا لمرحله بيحطوا نفسهم باماكن بعدين بيكتشفوا انه هن ما قدرانين يرجعوا، لانه خايفين الناس تقول لهم صحيح. انت هذا اختيارك، تماما. انت قررت هذا تماما. القرار. طيب انا كيف بدي اتخطى هذا الشيء من دون ما اضر نفسي؟ لانه بالنهايه انا بالحالتين عم ضر نفسي، اذا ما تراجعت واذا استمريت بهذا القرار. تمام. هو صراحه وقت انا لحتى ما اضر نفسي انا بدي اشوف الموقف، يعني مثلا انا وصلت مثلا اخذت قرار ووصلت لنتيجه انه لقيتها مو هي النتيجه اللي بدي اياها، اذا استمريت فيها فانا فعليا عم ضر نفسي، واذا انا بدي اتراجع خايف من اللوم. طيب انا هون بدي اعمل موازنه، يا ترى مصلحتي ولا انه اسمع اللوم. انا شخص مسؤول،
فأنا قادر أتحمل النتائج. لذلك أنا ببحث عن حلول ممكنة للأمر يلي أنا صرت متردد فيه أو أنه لقيت نتيجته غير مناسبة. بشوف بحط خطة مثلا شو الحلول الممكنة، شو الممكن، يعني باخذ كل الابعاد للموضوع وكيف انا ممكن اتعامل مع كل بعد من الابعاد او الحلول اللي مطروحه عندي. وممكن تكون مثلا خلينا نقول احلام مر اوقات، فممكن انا احط كل شيء نتائج متوقعه حتى كانت سيئه بالنسبه لي، وانا كيف ممكن اتعامل معها في حال وقعت، واخذ القرار الانسب الي بعد ما اساوي مثل مقارنات بين الايجابيات والسلبيات. يعني ممكن على سبيل المثال ممكن شخص قرر يلتزم بوظيفه معينه واستمر فيها، بعدين لقى حاله انه مو بهذا المكان هو بعد مثلا ما قطع 6 سنين فيها، اذا ممكن يترك مثلا انه شلون بدي اترك، بدي ارجع بلش من جديد، الناس بتلومني انه انت عندك تكاليف ماديه، ممكن يصير هذا القلق يصيبه. فهون هو فعليا بده يوازن، انا يا ترى في عندي هلا فرصه عمل حاليه افضل، يا ترى اذا انا حال تركت هلا مثلا انا عندي شيء من الامكانات او الذخيره اللي مخبيها تكفيني. فبده يوازن كل اموره ويعمل موازنه ايجابيات وسلبيات وياخذ القرار وراح يرجع يتحمل النتائج اللي هو موجود فيها. طيب دكتوره، ولو هيك خلينا نوضح سبب هذا التردد، يعني ما بين اليوم التردد والخوف والقلق من المجتمع خلينا نقول، بحيث انه حياتنا هي قراراتنا، دائما في رهبه من المجتمع انه انا اذا غلطت راح اتحاسب او راح اتعاقب او شو راح يحكوا الناس عني. طب خلينا نرجع للسبب الجوهري لهذا الشيء، شو سببه؟ تمام، بدايه حقول لك السبب الجوهري، رح نرجع للطفوله. منشأ نمط تربية الوالدين، إما نمط التربية الحماية الزايدة والخوف على الطفل، يا أما التسلط. بالحالتين سواء كان حماية، مثلا الأهل بيصيروا إحنا خايفين على ابننا أنه مثلا ينصدم، خايفين على ابننا يزعل، فنحن بناخذ عنه القرارات بأبسط التفاصيل. تمام، كحماية منه هون الولد اتكالي أنه أنا ما بعرف أخذ قرار، دائما ملجأوا أهله مشان، او مثلا اذا كان اخذ قرار بلومه، شفت كيف قلت لك لازم ما كنت تعمل هيك، شفت ماما شلون تعرف هي الصح. تمام، هي على ابسط مثال. فهون الطفل شو صار؟ انه انا ما بعرف اخذ قرار، دائما لازم ارجع لامي او ابي لحتى اخذ يعني قرار. يعني لازم من هو وطفل يعطوه مشجع فيه. تماما، ببعض الامور تماما القرار. في مثلا من مثال بسيط، ممكن نختار اي لعبه بدك اياها ونحمله نتيجه قراره. تمام، يعني ممكن نحن نطرح بين ايديه لعبتين واختار اي لعبه، فهو مثلا اخذ ولعب فيها ومال، انا ما بعطيه اللعبه الثانيه لحتى هو يصير مره ثانيه يفكر انا هاللعبه ولا هاللعبه، انه هو حيتحمل نتيجه قراره. اما اعطيه التنتين بعدين فهو ما عرف شو هي مهاره اصلا اتخاذ القرار. نقطه ثانيه هي اسلوب التسلط. التسلط انه هون بيصير انه نحن قبلنا بنخاف عليه، انت ما بتعرف لساتك صغير عاجز، انا ما بعرف، او بكل شيء معتمد على اهله، معتمد على اللي حواليه انه يلبوا له هي الاحتياجات. فهو شخص اتكالي اعتمادي، كمان مشان هيك ما بنلاقيه قادر انه هو ياخذ قرار. كمان من الاسباب الجوهريه انه الشخص بحب المثاليه، دائما لازم هو ما يغلط، لازم يكون قراره صائب، فسعيه للمثاليه والكماليه بيشعله دائما قلق متوتر، انه بخاف من الفشل، انه انا اذا اخذت قرار وطلع خاطئ يا الله كيف الاخرين حينظروا لي وكيف هذا الشيء رح ينعكس علي. فهي من الاسباب خلينا نقول اللي هي كثير مهمه، لانه بتؤدي للشخص انه يتردد. طيب استاذه رند، حكيتي فكره كثير مهمه، احيانا بعض الاشخاص بيكونوا اعتماديين، صفاتهم هيك او هن شخصيه متردده. طب ما هي الشخصيه هي نشات هيك لانه تم إنشاء على هذا الأساس، وهون المشكلة، الجذر المشكلة إن هو الشخص بيأخذ كتير طباع بحياته إنه أنا متردد أنا كذا بسبب تنشئته بهاي الطريقة. طب خلينا نحكي شوي عن دور الأهل،
اليوم بمساعدة الشخص المتردد؟ تمام. وهل فينا نساعده بعد ما خلص تكونت شخصيته وصار ناضج وخلص هاد صار طبع من طباعه؟ طبعا أكيد بإمكانهم الأهل، كتير لهم دور كتير كبير بأنه هن يعززوا مهارات أولادهم وحتى قدراتهم وثقتهم بنفسهم. بالبداية خلينا نحكي بالهن الصغار انه يبلشوا يعودوهم انه كيف بدنا ياخذوا قرار، يناقشوهم، يكون في حوار. شغله ثانيه، مو انه بعد ما الولد مثلا معودينه طول حياتنا انه نحن ساندينك، نحن بنعطيك القرارات، بيوم وليله انت اتكالي، انت هيك روح لحالك. هون لحتى نحن نمهد له انه هو يستقل، كثير مهم انه نحن يكون في مع المراهقين والشباب اللي هن دائما اتكاليين على اهلهم، في دائما حوار ومناقشه معهم. يعني مثلا انه نحن هذا الموضوع اللي انت مثلا مثل ابسط مثال انه بده يفوت اي فرع جامعي، بدل ما نحن نطرح عليه لا هيك لازم تاخذ، انه مثلا انت شو هواياتك، انت شو بتحب، شو ميولك، شو اتجاهاتك، ممكن نحن نناقشه. مثلا هو بده لنفترض يفوت فنون واهله بدهم اياه يفوت شيء مختلف تماما، فمن هون هن ببلشوا يناقشوه بابعاد الموضوع، بايجابياته وسلبياته، شو رايته للموضوع. خلص لقيناه مصمم ومصر، نبلش نناقشه بمجالات العمل المستقبلية اللي ممكن أنت تتوقع تشتغلها. نروح نسأل، نروح تأكد من المعلومات، يكون في عنده كمية معلومات ويقارن بين الإيجابيات والسلبيات. إنه أنت في حال أخذت هذا الاتجاه بهذا الحياة، أنت ممكن تواجه عقبة 2-3، وممكن مثلا يكون في عنا إيجابيات 1-2-3. طب هي العقبات أنت كيف ممكن تتخطاها في حال واجهتها؟ هلأ هون وقتها وقت بياخد هو القرار وبيختي هالخطوة، في حال بقى فعلا واجهته العقبات فهو عرفان كيف حيبلش ويتجاوزها، وكيف بعدين ممكن كمان يرجع لأهله، ممكن يستشيرهم، بس بالنهاية ممكن هنا يعطوه آراء، لكن هو حيرجع يفكر بالمصلحة المناسبة له ويتخذها. طول ما أنا بلشت عوده أنه أنت حتتحمل النتيجة، وهي بالنهاية نتيجتك أنت رح تتحملها وتواجهها لحالك، فهذا الشيء بيخليه انه يفكر، وبالمقابل انه خلص انا بدي اخذ القرار، بالتشجيع من اهله انت قادر، ومنذكره بالامور لو كانت بسيطه قدر ياخذ فيها قرار، انه انت بامكانك شخص مثلا، انت شخص ذكي، بامكانك تاخذ هذا القرار، بامكانك تعتمد على نفسك، بامكانك، يعني بلشوا يشجعوا فيه نقاط القوه بشخصيته لحتى هو يقدر ياخذ هذا القرار. شغله ثانيه، ممكن نحن نساعده انه يتقبل انه نحن ممكن نخطا، معلش انه نحن ممكن الشخص يوقع بالخطا، وممكن هو ما يكون قراره صحيح، بس هو قادر مثلا يلاقي حلول بديله في حال وقع بقرار خاطئ. فمعناها انه هون نحن نزرع فيه، نبلش تقبل انه نحن نوقع بالاخطاء، وما نسعى دائما للمثاليه، دائما لازم تكون قراراتنا صحيحه. كمان في عنا نقطه ممكن نساعده، انه نحن دائما الشخص المتردد بيكون في عنده خوف داخلي، انه انا واجه، بيخاف انه يغلط، بيخاف انه يتحمل اللوم، يتحمل المسؤوليه، فلهيك بيهرب. نحن ممكن نساعده بانه من خلال الحكي معه انه نتوقع اسوأ سيناريو هو خايف منه. وقت نحن نتوقع اسوأ سيناريو، شو الحلول؟ انت من شو خايف تاخذ هذا القرار؟ كيف ممكن تتعامل معه لهذا السيناريو السيء اذا صار؟ فهون هو لقى الحل، خف عنده التوتر، انه ممكن مثلا الامر كله ما بيعني له، او انه خلص انا ممكن اتجاوزه، او ممكن اعمل هيك بخفف من الضرر اللي صار. فهذا الشيء ممكن انه يشجعه انه ياخذ القرار، واصلا التوتر عنده بينخفض. فعلاقة الاهل والحوار مع طفلهم، وحتى مرحلة الشباب والمراهقة، وتعزيز قدراتهم مع، يعني تعزيز قدرات ابنائهم، له كثير دور كبير بانه هو يتشجع وياخذ القرار ويصير. خلينا استاذة نظر قبل ما نختم مع حضرتك، نروح للجانب الايجابي من التردد. في اشخاص بتقول انه انا حتى لو ضيعت وقت كثير طويل بالتفكير الزائد والتحليل لهذا الموضوع، المهم اني انا اطلع بنتيجه مرضيه بتناسب كل الامور اللي انا حاطط لها اهداف. تمام. اليوم التردد ممكن يكون ايجابي بحياتنا حتى لو استغرق وقت طويل، او حتى كمان ضغط لحتى نحسم قرارنا. تمام. هلا بالبدايه بيكون ايجابي وقت انا فعليا بيكون هذا القرار بيتعلق باشخاص كثار معي، انا هذا القرار حيأثر على الاخرين. وقتها هون حلو انه مثلا ممكن يستشيرهم، يوصلوا لقرار منيح، تجي نتيجته حلوه. بالاضافه ممكن خلينا نقول اذا يكون ايجابي، اذا كان هو مثلا قرار كثير مصيري وبده وقت كدراسه وتحليل وتفكير، لانه مثلا في تغيير نهج حياه مختلف. لكن ممكن كمان بالإضافة هو يكون إيجابي، بس كمان يكون سلبي إنه يروح عليه فرص. يعني مثلا إذا شخص جاته فرصة عمل، إذا كان كتير عم يحلل وكتير يفكر وكتير، هي الفرصة ما لها ناطرته.
تمام. فأوقات إنه خلص أنا أعمل بس موازنة إيجابيات وسلبيات، وإنه كيف أنا ممكن خطة أتعامل فيها مع العقبات اللي حتواجهني كفيلة إنه أنا تساعدني أخذ القرار واتجه نحو القرار اللي بدي إياه، لأنه ممكن الفرص تجي مرة واحدة ما بتتكرر ممكن. هلأ نقطة كمان إنه ممكن يكون إيجابي في أشخاص ممكن تلاقيها تروح لعند غيرها تقول لك أنا باخذ قرارات جاهزة لأنه أنا خلص بريح راسي وباخذ هذا الموضوع وخلص. هلأ هذا الأوقات إنه هون بيعزز عنده الاعتمادية على الآخرين صراحة، ومثل ما قلت لك ممكن يروح فرص على حاله، بس لكن ممكن يكون إيجابي وقت أنا بلجأ لأشخاص ذوي خبرة بالموضوع مروا بتجربة مشابهة فأنا أخذ هذا الحل. أو بالإضافة إذا كان الشخص عم يعاني من مشكلة مثلا نفسية قانونية فأنا أرجع لأشخاص ذوي خبرة واستشيرهم كمان، هذا أمر إيجابي. فممكن نحن مثل ما حكينا التردد هو ممكن يكون ذو حدين، أنه إيجابي وسلبي، لكن سلبي أنه ممكن يروح علينا كتير فرص، ممكن دائما يجعلنا أشخاص قلقين ينعكس على ثقتنا بنفسنا، لكن يكون إيجابي بالأمور اللي بتحتاج فعلا التفكير والتحليل، لأنه هي ممكن تكون بأمور هامة جدا. طبعا لا مانع أنه نحن نستشير الأشخاص ذوي الخبرة مثل ما حكينا والاختصاص حتى نوصل لقرار أفضل. أكيد يعني معلومات مهمة مثل العادة أستاذة رند، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لك أستاذة رند، أهلا وسهلا فيك. وصلنا لمحطتنا الطبية ورح نحكي اليوم عن مشكلة بيعاني منها كثير من الأطفال وإلى أسباب كثيرة رح نتعرف عليها، وهي مشكلة العرج عند الطفل. هل هي بتكون حسب إصابة جسدية أم هل هي ممكن يكون لها علاقة بتشوه خلقي؟ أو كثير من الاستفسارات يلي بيسأل عنها الأهل لما بينصاب الطفل بهي الحالة. تماماً يا سلمى، وأوقات هاي الحالة ممكن تبلش بأول مشيته للطفل، وكثير من الأهل ممكن يسبب لهم هذا الشيء قلق بمشية الطفل، وإذا استمر هذا التعرج لفترة طويلة بدون ما يكون في إصابة جسدية أو حالة طبية كامنة، فممكن هالشيء يكون بدل على علامات هي الأكثر خطورة، وفوراً لازم يشوفوا ويستشيروا الأخصائي العظمية لحتى يطمنوا على صحة طفلهم. اليوم كتير كثير من الاستفسارات، وايضا رح نتعرف على الاسباب وطرق العلاج والتشخيص الصحيح لهي المشكله عند الاطفال مع الدكتور جهاد الحاج ابراهيم، اختصاصي جراحه عظميه، وهو ايضا رئيس الجمعيه السوريه للجراحه العظميه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من تعريف العرج، شو هو مشكله العرج، شو سببها او منشأ الحقيقي؟ نبلش نحن بالسير عند الطفل. الطفل بعض الأحيان ببلش سنة 8 شهور لسنة وشهرين لازم يكون الطفل مشي. هلأ الطفل وقت اللي بيمشي الحقيقة بالسير تبعه غير متصم، هذا طبيعي. يعني الطفل لسه ما الكمبيوتر تبعه ما برمج المشي. نحن منراقب الطفل إذا كان في شيء لا سمح الله، لكن الطفل بيمشي وهو عم يحط رجله لقدام ورجله لورا، مرة واقف على رؤوس أصابعه، مرة على كعابه، مرة ما بيعرف يمشي، ومرة عدم اتزان. منراقب هذا الموضوع لحنا بعد سنة ونص للسنتين المفروض الطفل بقى يمشي بشكل مقبول. في بعض الأحيان الأطفال بتأخروا بالمشي، لازم نراجع الطبيب. يعني للسنتين طفل ما مشي، سنة ونص سنتين ما مشي، في عنده مشكلة. هون نحن منراجع الطبيب. هلأ خلينا نكمل لقدام بالمشي على السنتين. بيمشي الطفل احيانا كمان باقدام، احيانا بيجي الطفل بدوران داخل للقدم، احيانا بيجي لعندي الاهل اللي عندي قدم مسطحه بيكون عندي الطفل عندهم تقوس. الطفل نحن لحتى نحسن نقول انه عندي مشكله هي بسن متقدم شوي، لكن نحن المفروض نتابعه من هالوقت. وقت بيجي الاهل بالسنه ونص نتابع، شوف الطبيب يقيمه. هلا من أسوأ الأمور بصير عن طفل هو اللي بصير باب العرج هو الحقيقة خلع ورك ولادي. هلا خلع الورك الولادي هو المفروض الأم أثناء الطفل هو عم يتحفظ ما بيفتح الحوض بشكل جيد حتى تحط الحفوضة، في صعوبة، فلذلك بصير انتباه هذا الموضوع. واحد اثنين، إذا تسرب الطفل وما انفحص بعد الولادة. ثلاثة، بعض الأحيان بيكون الطفل عنده شيء اسمه رخاوة مفاصل، هذا كمان ممكن يسبب لي أن يكون في عندي. نحن عم نحكي على خلع الورك الولادي.
أربعة ممكن يكون الطرفين مخلوعين، ما بيميز أنه في عندي بيكون في عرج، طرفين مخلوعين، لكن هذا الطفل بيمشي اسمه مشية البطة. إذا لاحظت الأم بلشت أنه خلع أو لاحظت أنه الطفل غير مشيته معجبة بتراجع الطبيب مباشرة. هلأ توصل المريض لعند طبيب جراحة العظمية اللي عنده خبرة، أكيد وصلنا نحن لبر الأمان. يعني نحن على الأقل نطلب نحن صورة شعاعية بسيطة. هلأ هل يمكن اكتشاف الخلع الولادي؟ بكون نحن عم نحكي عن الخلع الولادي، ممكن يكون قبل الإيكو. الحقيقة ما كتير نحن في عنا قراءة دقيقة للإيكو، يمكن كشف، لكن بده يكون إيده خبيرة لحتى يبين أنه عندي خلع بدي بسن الأربع شهور خمس شهور. هذا علاجه بسيط جداً. إذا حسننا نحن نشخص الطفل عنده خلع ولادي بسن الخمسة أشهر، علاجه بسيط جداً، وعلاجه يعني تقريباً فوق 90% ناجح. هلأ الطفل مشي ما انتبهنا له أنه عم يخلق، أنه عنده مشكلة بالحوض، بلش الطفل بلش يعرج. هلأ العرج خلع ولادي، هذا بسن نقدر نكشفه. السبب الثاني بعض الأحيان بيكون عندي بعض الآفات الدماغية، يكون عند الطفل بيصير عنده ضمور عضلي، بيصير عندي أنا تشوهات عند الطفل، المفروض نحن نشوفها. الأم هي عم تحفظ طفلة عم تشوفه، لازم تنتبه لهذا الموضوع. ثلاثة العمود الفقري. هلأ الحوض مع العمود الفقري بعض الأحيان بيكون في أطفال عنده تشوهات. هلأ الأم لازم تنتبه للموضوع أنه أنا في عندي العمود الفقري ما هو راكز عند الطفل. الطفل لسن معينة بحسن يوقف وينصب رأسه. إذا استمر الطفل ما عم يحسن ينصب رأسه بالسنة والشهرين، سنة وأربع شهور، بلش لساته الطفل أنا عندي مشكلة عصبية، براجع طبيب أطفال، طبيب جراح عظمية، أو حتى طبيب الأطفال. كمان أطباء الأطفال أكفاء وعنده إمكانيات ممتازة جدا، وشخصه الحالي على الأقل بيوجهونا نراجع طبيب عصبية الأطفال. هلأ طفل بلش مشي وبعد فترة صار يعرج بالسنتين. دكتور ما كان ابني يعرج، عم اشعره هلأ عم يعرج. هلأ ممكن يكون عرج نتيجة رض، هذا موضوع ممكن الطفل يكون فيه رض، في جرح برجله، في عندي أي مشكلة، هذا نحن لازم نتابعه. هلأ طلعنا بشوي للأربع سنوات. الأربع سنوات في عندي مرض اسمه داء بيرتس. للأسف الشديد داء بيرتس هو مرض بصير تموت برأس الفخذ. هلأ هذا المرض مك على طول بينكشف بشكل سهل. الطفل أحيانا بيشكو من ألم بمفصل ركبي، بيمشي الطفل بنوجع بيعرج نتيجة ألم مفصل ركبي، وبصير التوجع على المفصل، لكن هي المشكلة فوق بالحوض. لذلك أي طفل يشكو من ألم مفاصل الركبة لازم نعمل صورة للحوض. هذا نحن الحكي نحكي عم نحكي عن داء بيرتس. هذا داء بيرتس هو تموت برأس الفخذ. هلا هون بقى الطبيب هو اللي بيقدر يقيم هذا الموضوع، بفحصه بيقيمه، بيطلب صور شعاعية، بيراقبه. إذا كان عنده مشكلة بيضل تحت المراقبة هذا الطفل. هلا طلعنا لفوق شوي نحن بعد الأربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات. في شيء أطفال عندي أنا بسميهم هذول أطفال شوي لقدام، بصير عندي ألم مفاصل وعرج، اسمه هذا نحن من سندروم جروس، هذا نتيجة النمو، ألام المفاصل عند النمو. بيجينا كثير أطفال بيمشي الطفل دكتور ما عم يحسن يمشي 100 متر بدي أرفس يقعد عم يتعب. هذا الموضوع هيك، هذا النمو عند الأطفال. هلأ كمان هذا نحن بنراقبه، بناخذ الموضوع على محمل الجلد، بنشوف إذا في حرارة. هلأ بعض الأحيان بيكون عند الأطفال حرارة ليلية ما لنا منتبهين، لازم نتابع الحرارة. إذا كان في عندي أنا شيء اسمه التهاب لوزات مزمن، كمان بنميز نبعد عن شيء اسمه التهاب مفاصل روماتيزم. كل الأمور هي تدخل تحت هذا الموضوع. القصة ما هنالك أنه إحنا نراقب الطفل ومباشرة نعرف نتوجه لعند الطبيب. هلأ إذا بيّنت عندي في أزياد دماغية ببين الطفل أنه في عندي أنا ضمور عضلي. الضمور العضلي هذا الضعف العضلي بالطرف ببين الطفل أنه هذا عنده مشكلة. بصير عندي أنا قصر بالطرف، وبصير عندي الطفل ما عم يمشي بشكل جيد.
ساعتها نحن بنقيم الحالة وبنحط خطة لعلاج هيك أطفال. طيب دكتور، ممكن نشوف كثير أطفال بيشكوا لأهليهم أنه أنا موجوع من إيدي من رجلي من جهة ما، ممكن تظهر عليهم بعض الأعراض الأهل يتجاهلوها للأسف. ما بدنا نقول أنه والله أي عارض نحن فورا منا نروح للتدخل الطبي، بس شو هي الأعراض والمؤشرات اللي بتستدعي التدخل الطبي وبشكل سريع خلينا نقول؟ هلا الحقيقة نحن براجعنا على العيادة كثير، انه ابني بيروح بيلعب وما في شيء، بيكون عم ينط وما في شيء، بس يوصل على البيت يقعد بصير اخ واخ. هلا اذا كان في عندي مشاكل انا بالراحه وبالتعب، يعني الطفل بيكون عنده الام بكل الاوقات، اهم الالام اللي عندي ممكن يكون عنده حمات طيفيه مالطيه او الروماتيزم نحن اللي بنحكي عنه هذا، الرضوض، في شيء اسمه التهاب مفصل ورك عارض، طفل عنده ألم بمفصل الورك عم يمشي عم يعوج، بنصوره ما في شيء، بنعمل له تحاليل، في شيء اسمه التهاب مفصل الورك عارض، هذا التهاب مفصل الورك عارض هو بده مراقبة، بنعمل له تحاليل المريض والراحة. هلا الطفل ما عم يرتاح معنا على طول، ما بتحسن أنت تقيد الطفل، أحيانا نضطر إلا نحط له جبسين نحن بده يتحرك، تحدد من حركة المريض. هذا اللي نحن بيساعدنا نحن على إنه نحن نساعد المريض على الشفاء. هلا إذا تكررت القصة أكثر من مرة، ساعتها نحن بصير نتوسع بقى بالاستقصاءات. كمان نحن مو والله الطفل والله امبارح الأسبوع الماضي ابني عرج رجله شوي شعته شوي، نحن بنراقب الموضوع إنه إذا كانت تكررت القصة لأكثر من يوم وصار عندي أعراض مزعجة وصار الطفل يعاني، ساعتها نحن مباشرة الطفل بيوع بينفكش رجله، معرض لكل، حتى معرض للكسر، الطفل انه معرض انه يوع سقوط، ما سقوط قوي بيؤدي الى الكسر. طيب بس استفسار دكتور، اليوم اذا الطفل كان عنده مشكله من المشاكل اللي شرحتها بالبدايه المسببه للعرج عند الاطفال وما تم اكتشافها باكرا، خصوصا حضرتك قلت ممكن تكتشف بالاربع او خمسة شهور، ما تم اكتشافها، فصارت هاي المشكله يعني بداوا بعد السنه وسنه وشوي لينتبهوا انه هو عنده مشكله بالمشي او بطريقه، هل الحلول نفسها الحلول العلاجيه او صار بقى بدها مرحله اصعب صارت بالعلاج؟ والمرحله المتقدمه هي جراحي للاسف. اي هل بس بهذا الوقت صار بدهم جراحه؟ بدهم جراحه حسب العمر. يعني هدول المرضى اللي عندهم مشاكل هذا صار بده جراحه، خلع الورك الولادي صار بده جراحه. لانه كبر. طبعا لانه انا صار عندي هروب راس الفخذ من الجوف الحقي، هذا ما بيرجعه غير الجراحه. يعني نحن كنا ممكن نمشي الامور بحفاظ او بجهاز نحن دينس براون بنحطه للطفل، كانت تمشي الامور بشكل جيد. هلا اضطرينا نحن للجراحه. دايبرتس هو الاكثر شاغلنا كثير نحن الحقيقه، هذا ما في له غير الراحه، واحيانا بنضطر للمريض نجبصنه بين 3 إلى 6 شهور احيانا، ما في حل والا بتموت راس الفخذ، وهو هذا بضل تحت المراقبه. الحراره، العرج الماشي عند الطفل، ضمور العضلي، ميلان العمود الفقري، هدول اكثر الاسباب، هدول اكثر الامور لازم نتابعها عند الاهل. الطفل ما بيحسن يقعد ويتربع، هذا موضوع بينتبهوا الاهل. هلا في عندي احيانا الطفل بيمشي بطريقه مثل ما قلت لك، احيانا على رؤوس اصابعه واحيانا على كعبه، طول بالنا شوي بتتحسن الامور، لسه الكمبيوتر ما اخذ الداتا بشكل جيد لحتى يعطي للطفل اوامر لحتى ينقل الخطوات. الخطوات هي عباره عن كمبيوتر عم يعطي امر باس، نقول الطرف، نقول ثبت على الارض، نقول الطرف الثاني، هيك هي كلها اوامر دماغيه بس لحتى تتعبى هالمعلومات، تتعبى. هلا نحن بدنا نعبي المعلومات بشكل جيد. هذا الامر، اول شيء خلي الطفل نحن نلبسه حذاء مريح، ما مباشره نحن عندي قدم مسطحه سنه، الطفل عمره سنه وثلاث شهور لبسه بوتس وقدم مسطحه او حذاء ثقيل، نطول بالنا نحن، هاي الاقدام المسطحه بتتصلح، غالبيتها بتتصلح. الكساح اللي عندي تقوس بالساقين او فحش بالركبتين هذا كمان، هذا بتصلح كمان، هذا له علاج، هذا من نقص الفيتامين د وقله تعرض الطفل للشمس. هلا في عندي امراض وراثيه، هذا موضوع صفي بقى، نحن بدنا ناخذ
القصة العائلية والوراثية. صحيح. هون بقى دخلنا بموضوع آخر. طبعا دكتور يعني يطول الحديث وإن شاء الله هيك بفقرات قادمة منوضح أكثر عن أي المشكلة ومنحكي عن الأمراض الوراثية. شكرا لك دكتور جهاد وأهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. شكرا لك ولوجودك. شكرا لحضرتك. أما هالعفاف رح نروح للحسكة وتحديدا لأحد المراكز اللي تم إنشاءها بشهر أيار الماضي، وهو المركز المتخصص بالاستقصاء للمسح ومعرفة المعرفة المبكرة لنقص السمع اللي عم يستمر بتطوير نفسه. خلينا نعرف أكثر عن المركز وسير العمل فيه بتقرير مراسلنا أحمد الحمدوش. مركز المسح والاستقصاء للكشف المبكر لنقص السمع الذي أحدث خلال شهر أيار الماضي في المركز الطبي المحدث بمدينة الحسكة. شكرا لك. إلى توسعة نشاطه ليشمل أكبر عدد من الأطفال حديثي الولادة. المركز يجري مسح سمعي لكل الأطفال المشكوك فيهم، وبناء على هذا الفحص إذا لوحظ أنه هناك إشكالية في السمع لدى الطفل يحول إلى المراكز المختصة ويقدم العلاج حسب التشخيص. يعني قسم من الأطفال يحتاج إلى سماعات، في قسم من الأطفال ممكن يجرى له عمليات حلزون، وأجريت عمليات زرع حلزون على مستوى القطر في العاصمة. افتتاح المركز يأتي ضمن خطة عمل وزارة الصحة لافتتاح عيادات مسح سمعي في كافة المحافظات لإجراء المسح السمعي للأطفال، وبالتالي تشخيص الحالة بشكل مبكر وتقديم العلاج اللازم. وجهنا كافة البرامج، برامج الصحة الإنجابية والتغذية وخاصة برنامج اللقاح، أنه حولوا كل الأطفال أقل من عمر الشهر لبرنامج الفحص السمعي. العمل قائم، الأعداد في تزايد، يعني حملة التواصل مستمرة بزيادة أعداد المراجعين للمركز الصحي. المركز يقدم خدماته الصحية مجانا على مدار الأسبوع، حيث بلغ عدد المراجعين حتى تاريخه نحو 400 طفل. أول ما يجينا الطفل نحاول نكون هادئ، إذا كان نايم يكون أفضل شيء، بس نكشف عن الأذن، نقيس ناخذ حجم السماعة تناسب مع حجم أذن الطفل. عندنا يعني من عمر اليوم من عمر 5 سنين سماعات، نضع هاي السماعة بإذن الطفل ويكون هدوء كامل من حيث الضجة والصوت، حتى الكلام يأثر على الجهاز والجهاز يعمل لحاله، جهاز متطور حديثة يصدر النتيجة فورا. طبعا ما يحدد المشكلة، هو بس إنه إذا في مشكلة بالسمع هو يعطينا إشارة. والله جينا على اللقاح وقالوا لنا بيس مركز للسمع مجاني، وجينا ونرجو من كل الأهالي الحضور مشان يفحصون أولادهم أحسن ما تسبب المشكلات في المستقبل. مديرية صحة الحسكة دعت الجميع لإخضاع أطفالهم لهذا الفحص لما له من أهمية في تشخيص مشاكل السمع لدى الأطفال بشكل مبكر وعلاجها. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. طبعا سلمى انتقلنا لفقرتنا الأهم ضمن هاي الحلقة اليوم، وهي الفقرة القانونية. كثير من الأشخاص وأغلب الأشخاص بعد الانفصال أو الطلاق الأولاد هنون بيوقعوا ضحية هذا الانفصال للأسف، وبيكونوا الحلقة الأضعف، وممكن يصيروا الأطفال بهي الحالة هنون نقطة نزاع بين الطرفين، وممكن تصير مشاكل كتير كبيرة بسبب هذا الموضوع. للأسف يا عفاف أغلب الحالات اللي عم نشوفها حاليا عم بيكون هي المشكلة الأساسية بعد الانفصال. حكينا سابقا يمكن بحلقات سابقة عن الحضانة، لكن اليوم رح نحكي بشكل موسع أكثر عن بعض التفاصيل والشروط القانونية. إمتى ممكن الأم تخسر الحضانة؟ شو هي شروط الإراءة الصحيحة؟ كتير بنعرف أنه للأسف بيتم التلاعب أحيانا من الطرفين بموضوع الإراءة والحضانة لصالح جنب أو طرف معين. لنتعرف على كل هاي التفاصيل خلينا نقول صباح الخير للأستاذة والمحامية رنا ديب اللي صارت معنا بالاستوديو. صباحك أستاذة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، صباح الخير إليك ولعفاف وللمشاهدين جميعا. يسعد صباحك أستاذة رنا. يعني هذا الموضوع اليوم نحن عم نقول أنه الأم ممكن بحالة من الحالات تخسر حضانة أطفالها. قبل ما ننتقل لهذا الشق اللي هو الأهم بهاي الفقرة، خلينا نعرف بالأول مفهوم الحضانة شو بيكون ومدته لكل من الأم والأب حسب القانون السوري. تمام.
مثل ما تفضلت وذكرت انه نحن لما نحكي عن الحضانه بنكون دائما عم نقول نحن في حاله خلاف بين الاب والام. هذا الخلاف ممكن يكون فقط خلاف ومنفصلين، كل واحد قاعد ببيت لسه ما تمت اجراءات الطلاق، وممكن يكون في حكم طلاق صادر بين الاب والام، فبالتالي الولد بده يعيش مع واحد منهم كل فتره بحياته، فبيكون احيانا للام واحيانا للاب، وهلا راح احكي فيها بالتفصيل. هي الحضانه مين اللي عم يحضن الطفل؟ بس نحن المفهوم الغلط عنا انه الام لما بتنفصل عن زوجها بتقول لك حقي الحضانه، او الزوج بصير بيقول هذا حقي الحضانة. أنا دائما بقولها هي الكلمة وبأكد عليها، الحضانة لا حق للأم ولا حق للأب، ولو أنه فيها شيء من حقوقه، ولكن هي حق للمحضون، هي حق للطفل. والقانون لما بيجي بيحكي عن موضوع الحضانة وبيحدد مين الشخص المناسب للحضانة ومين الشخص بأنه عمر بتنتقل الحضانة من أب لأم لجدة إلى ما هلانك اللي بنحكي فيهم، بيكون عم يطلع على مصلحة المحضون وليس على مصلحة الحاضن. ولذلك الخلاف المفروض ما يتم عن موضوع الحضانة. وأنا دائما لما بحكي عن هالموضوع عن جد بحس بغصة، ولا مرة مرقت علينا، أو خلينا نكون منطقيين قليل جدا ما مرقت علي حالة فيها انفصال، فيها سلاسة بالتعامل مع موضوع الحضانة أو سلام. دائما في مشاكل، دائما بيحاولوا يلووا إيدين بعضهم بالأطفال، وهذا أكبر غلط يعني. وقد ما حكينا بصراحة بلاقي الناس متشبسة لسه بأنه بدي انتقم من شريكي اللي كان شريكي بطفلي يعني، وهذا الشيء كتير خطأ، أو العكس طبعا. فهي الحضانة، الحضانة شو قال عنا القانون؟ قال حضانة، هلأ التعديلات الجديدة يعني ما عادت كتير جديدة، بس يعني سابقا كان يقول الحضانة بتفرق بين الذكر والأنثى، اليوم لا، قال الحضانة ساوى بين الذكر والأنثى 15 سنة. بعد 15 سنة للأم طبعا، بعد 15 سنة صار بيتخير الطفل بين أنه يبقى بحضانة والدته أو ينتقل لحضانة أبوه. طبعا القاضي بيسأل الطفل وبياخد رأيه وبيشوف كمان إذا كان هو فعلا هذا الرأي هو الأنسب لمصلحة المحضون، وإذا كان الشروط متوافرة في الحاضن اللي اختاره الطفل لحتى يكون هو بحضانته. هاد تعريف الحضانة مثل ما سألتيني عنه عفاف بشكل عام. طيب أستاذة رنا، خلينا نحكي عن شروط الحضانة. اليوم نحن بنعرف سابقا كانت الأم خلال العمر الصغير مثل ما قلتي لعمر تقريبا 15 سنة أو أزيد شوي مع الأم، هذا حسب القانون السوري. بعدها بيتم تخييره، بتحب تروح لعند الأب أو تستمر بحسب كيف الوضع العائلي. كنا بنعرف إذا صار شيء للأم تنتقل حضانة لوالدتها. صحيح. حاليا القانون غير هذا الشرط وصار إذا صار شيء للأم مو شرط تروح لوالدتها، ممكن يروح للأب. وهذا تغيير كان جذري يعني، سنين حاول الطرف الآخر أنه يوصل لهي المرحلة، وصل لها. خلينا نحكي شوي عن هاي الشروط والتحديثات اللي صارت. هلأ هي اسمها ترتيب الحضانة، أولويات الحضانة للطفل. فرح أحكي اليوم شو هي، سابقا ما بقى يهمني مثل ما تفضلتي كان للجدة، اليوم الأم هي رقم واحد بالحضانة لعمر 15 سنة، رقم اثنين الأب سابقا كانت والدتها، رقم ثلاثة الوالدة الأم الجدة، رقم أربعة والدة الأب يعني الجدة لأب، الأخت الشقيقة للمحضون، أخته لأمه، أخته لأبوه، أنا عم عدهم ترتيب دقيق يعني. بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، بنت الأخت لأب، بعدين بتجي الخالات، بعدين العمات، بعدين بننتقل للذكور اللي هن بيترتبوا حسب بعد الأب طبعا، لأنه الأب هو رقم اثنين، فبيترتبوا حسب كيف بيورثوا يعني حسب ترتيب الإرث، فبتكون الحضانة لإلهم. هلأ الإشكالية اللي صارت واللي حضرتك سلمى سلطت الضوء عليها، إنه كتير أخذنا وقت والقانون لحتى انتقل خطوة، يا ترى هاي الخطوة إيجابية يا ترى سلبية؟ أنا رح أكون حيادية وأقول في أصوات قالت إنه هاي الخطوة سلبية، لأنه لنفترض إنه الولد بحضانة أمه، الأم قررت تتزوج لسبب ما، يعني ما بقدر أقول أنا ضدها ولا أني معها، بس هي هذا قرار بدها تعيش تتكمل حياتها بطريقتها، فعم تنتقل الحضانة للأب. طيب ما هي إما أقرب الناس لإلها وهي رح تكون ملازمة نوعا ما لإما بأي شكل من الأشكال، وهيك المجتمع نحن عنا. فإذا كان الولد عند الجدة اللي هي والدة الأم، هذا الشيء يعني ما بيكون كأنه بحضن أمه، والجدة يعني جدة أم الأم هي يعني، هذا صوت من الأصوات اللي أنا سمعتها. صوت تاني بيقول لك لا، الجدة هي بتكون عمرها كبير، ما أنا قادرة ترعى طفل، الأب أولى، الأب أقرب للطفل وهو قادر على رعايته. ولا سيما أنه القانون لما حط شروط الحضانة وهلأ بحكي فيها بالتفصيل، ولكن ذكر أنه شرط فقط يختص به الأب، وهو أن يملك الأب حاضنة من أقاربه من محارم الطفل مثل أمه، أخته، عمته للأب. فهذا الشيء
مشروط شرطا في القانون، فإذا كان الأب بيملك هذا الشخص اللي هو يحضن الطفل ومن أقارب الطفل ومن محارم الطفل، فشو المشكلة إنه تنتقل حضانة الطفل للأب؟ اللي بدي أقول شغلة كتير مهمة، لنفترض إنه هذا الأب تزوج، هل قانونا أنا عم بحكي بتحييد للمشاعر وبتحييد النظرة المجتمعية، شو القانون؟ وأكيد القانون أخذ بعين اعتبار كل هدول القصص، المشاعر والنظرة الاجتماعية ومصلحة الطفل بالدرجة الأولى، بس القانون قال شغلة كتير مهمة إنه لما الأب بيتزوج، زوجة الأب تشمل الصفة إنه هي حاضن يصلح لحضن الطفل؟ لا، قال القانون كان صريح، زوجة الأب ليس من الأشخاص اللي شرطهم القانون لأنه الأب يمتلك حدا من الحاضن لديه من أقاربه حاضنة، زوجة الأب ما منه، منطقيا زوجة الأب ما أنا منه. صحيح. يعني هذا الشيء منطقي إذا بتفكري فيه، زوجة الأب لا تمت بصلة للمحضون. أنا طبعا ما عم أقول إنه زوجة الأب مثل ما النظرة إنه هي حدا سيء، لا لا، نحن عم نحكي عن ما يجمعها بالطفل، كيف تهتمي بشخص؟ إما بتربطك فيه عاطفة قوية، إما بتربطك فيه صلة دم، يعني واجبك او القانون بيلزمك انه هذا الشخص من واجبك انت تهتمي فيه. طيب زوجة الاب شو اللي بيشملها من هدول القصص؟ ما في شيء، ولا شيء، ولا شيء، ما في صلة رحم، ما في صلة دم، ما في صلة قرابة، ما في شيء. على العكس يعني هي في، خلينا نقول، نظرة سلفية انه هذا زوج امرأة اخرى، ف يعني ارضية ما لا عاطفية، في استثناءات بس انا ما فيني استعملها هي الاستثناءات، بحكي بالعموم. فهي بالنسبة للحضانة، ناس قالت إنه مع وناس قالت ضد، بالأخير القانون بيقول إنه تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب مباشرة في حال سقطت الحضانة عن الأم أو انتهت فترة حضانة. طب هون أستاذة رنا بدنا نعرف شو هي الشروط اللي لازم تكون موجودة لما الأب بده يعمل دعوة نزع حضانة من الأم، أو شو هي الحالات اللي بتستدعي إنه نحنا نأخذ طفل من أمه، يعني شو لازم تكون الحالة بعدين ننتقل للشروط؟ الحقيقة نزع الحضانة من الأم هي من المسائل الشائكة جدا والصعبة جدا، ومو بسهولة يجي شخص يقدم طلب للقاضي لينزع الحضانة وقوم ينزعها فعلا، في شروط مثل ما تفضلتي وذكرتي محددة ومعينة على سبيل يعني الحصر في القانون السوري. إمتى تسقط الحضانة عن الأم ويحق للأب أو حدا آخر يعني أنه يأخذ الحضانة من الأم، ينتزع الحضانة من الأم؟ أول شيء بده يكون في عنا فسق وفجور متوفرين ويثبت. يعني هلا صفيان القصة انه كل حدا بيروح بيقول انه بيدعي على حدا، هذا ما نحكي، في عنا أدلة، في عنا بينات، ممكن يكون أدلة كتابية، ممكن يكون شهود عيان، سمعة للأم، القصة ما نسهل مين ما ممكن يكون في حالات مرضية استاذة رنا. هلا نحن بشروط الحالات المرضيه ممكن تخلي انه الطفل ينزع من امه، هو الحاله المرضيه بتؤدي لسقوط الحضانه لعدم الاهتمام بالطفل كما يجب، لعدم رعايته كما يجب، لعدم تربيته تربيه اخلاقيه كما يجب. وحتى بيذكر القانون لما بيقول شو هي شروط الحضانه، الشرط الاول بيقول لك انه خالي الاب او الام او الحاضن يعني بده يكون سليم العقل وخالي من الامراض المعديه والامراض الخطيره اللي بتاذي الطفل، فاذا توفرت هذا الشرط اذا كان موجود فحتما هو من الشروط اللي بتسقط الحضانه. ولكن نحن عم نحكي هلا بحال هذا الشرط ما كان موجود، شو هي الاسباب اللي بتخلي الاب او اي حدا اخر ينزع الحضانه؟ فاول شغله قلت انه الفسق والفجور. احيانا نحن بنشوف حالات وزيجات، وهي زيجات بتكون احيانا ناجحه، الاب من دين والام من دين اخر، وهذا ما في عليه مشكله يعني اذا كانت الام على غير دين الاب، ولكن اشترط القانون انه الام لما بتكون على غير دين الاب ما تربي ابنها تربيه تخالف دين ابوه، فاذا كانت الحضانه معه وهي علمته تعاليم مخالفة لدين والده فهذا سبب من أسباب سقوط الحضانة. السبب اللي كل العالم بتعرفه هو زواج الأم. شو اللي صار تعديلات؟ زواج الأم كان بالعموم إنه الأم لما بتتزوج فبتسقط الحضانة. اليوم القانون قال إنه الأم لما بتتزوج تسقط الحضانة إلا إذا ارتأى القاضي أن مصلحة المحضون في وجوده مع أمه رغم زواجه. وهذا الحكي كتير جدا إيجابي. جدا مهم، لانه احيانا بالفعل بتتزوج الام، احيانا مشان ما نكون نحن عم نميل، نحن عم نقول فعلا شفنا حالات الام بتتزوج ما عادت الوضع بيسمح بحضان الطفل، وشفنا حالات زواج الام ما كان سيء بالنسبه لطفل. فاذا القاضي درس الملف، حيثيات الزواج، كان عنده صوره مفصله عن التفاصيل وشاف انه لا، مصلحه المحضون في بقائه عند امه، يمكن ابوه عنده ظرف أسوأ بكثير من ظرف طيب الام او الاقارب. يعني هلا نحن عم نحكي عن كل عن الامور بحدها السلبي الاعلى. نعم. شو بيصير بالقانون؟ طبعاً طيب اذا قلنا انفصلوا الاثنين ولكن كانوا متفقين ما كانوا مختلفين، ومثل ما قلتي هي حالات نادره، ولكن يبدا تتزوج والاب وافق انه
أنا ما عندي مشكلة إنه يربوا الأولاد مع معاكي ومع زوجك الجديد. أنا يعني في من هاي الحالة التوافقية وشفنا بعض هاي الحالات، ما في مشكلة. هلأ الحقيقة لما أنت بتحكي عن المشاكل، أنت بدك تروحي تقدمي طلب للقاضي، القاضي ما بيجيب ولد من بيته بيقول له إنه تعال لأخذك من أمك حطك عند أبوك، يعني قصدي ما في مشكلة يعني. بس إنه واحد يتنازل عن الحضانة، تنازل الحضانة من النظام العام لا يستطيع أي طرف يروح يقول أنا تنازلت عن حضانة أو الحضانة. في ناس بيجبروهم يعني أنا سمعت عن قصص إنه أم أجبرت إنه هي تتنازل عن حضانة أولادها الحضانة لسبب من الأسباب. الحضانة من النظام العام لا يجوز التنازل عنها سلمى، تنازل عنها بيعرض لمخالفة. ولكن انت قلتي كلمة انه اذا اتفقوا ما في محاكم، طفل عم يربى عند امه وامه تزوجت، ما في شكوى، ما في طلب نزع حضانة، كيف بدها تنتزع الحضانة من الام يعني؟ ولكن اذا الاب راح وقال انه الام تزوجت وانا شايف انه الوضع لا يصلح لي وبقاء المحضون عند امه، فبيحق له يعني اليوم استاذ رنا خلينا نقول انه هي ورقه التنازل يلي الام ممكن تعملها بحاله من الحالات هي ما انا معترف عليها، ممكن تكون القانون تحت تمام. ضغط، تحت تهديد، تحت قوه قاهره، لا يجوز لاحد ان يتنازل عن حضانه لا يجوز. والعكس احيانا تجبر الام على حضانه طفلة رغم انه هي ما بدها. امتى؟ لما بيكون ما في عنده ولا شخص من محارم الطفل صالح للحضانة، بتجي الام تقول لك انا ما بدي اياه، لا تجبر على حضانة طفلة، كثير يجبر القانون كثير تمام هذا الكلام. بس استاذة رنا اليوم عم نشوف انه في امهات كثير هنون عم يرفضوا حضانة اولادهم، انه انا ما بدي الطفل خليه يروح مع ابوه، ولكن هون الحق الاراءه للطفل قبل هي الام يلي هي انه يمكن ظروفها ما تسمح لها انه انا يكونوا اولادي عندي. قانون الاراءه اليوم كيف بيمشي حسب القانون السوري، وكيف ممكن هي تشوف اولادها بطريقه انه منظمه هي او هو؟ لانه احيانا بيكون معه الولد والولد اللي بده يشوفه، هي في حال انه اثنيناتهم نفس القانون يعني. تمام. شو بيقول لانه هي شو تعريف الاراءه؟ الاراءه هي حق لكلا الطرفين، لاي طرف بده يشوف، حتى الجد والجده لهم حق بشوفه الطفل حفيدهم يعني. فالاراءه هي حق للابوين. هذا الحق هلا الاراءه يعني مثل ما كلياتنا بنعرف بده يكون في انفصال حتى يكون في اراءه، اما مثل الحضانه بحكم طلاق، واما بانفصال خلاف بدون طلاق. يعني الاراءه ما انا مربوطه انه يكونوا الطرفين مطلقين لحتى تقدر تشوف ابنها. اذا كان في مشاكل، الام قاعده بمكان والاب قاعد بمكان، الاب اخذ الاولاد وما عم يخليها تشوفهم، تنزل الام على المحكمه الشرعيه بتقدم طلب للقاضي الشرعي، بدها تكون طبعا معها بيان زواج او حكم طلاق في حال كان في طلاق فعلا، بده يكون مع بيان عائلي بيثبت او بينشاف بهالبيان اسماء الاطفال، اعمارهم، ابوهم، يعني المعلومات عن الاطفال. بتاخذ هدول الورقتين معه وبتنزل على المحكمه الشرعيه بتقدم طلب للقاضي، شيء هي ما لها دعوه يعني، ما لها دعوه محكمه مثل الدعاوى اللي بيصير فيها الخصومه، هي طلب لانه هي حق. فبتقدم طلب للقاضي الشرعي، بتذكر فيه انه انا الفلانه الفلانيه، بتذكر عنوان المفصل، عنوان زوجها، انه انا اطفالي اعمارهم كذا واسماءهم كذا، هن بيحط بحضانه ابوهم او اخذهم ابوهم لم يسمح لي برؤيتهم، التمس من المحكمه انه تسمح لي برؤيه اطفالي في يوم معين في ساعه معينه. هلا كمان هي الاراءه اذا ما كانت اتفاقيه، اذا كانت اتفاقيه مثل ما بدهم تقدر تشوفهم امتى ما بدهم، امتى باي مكان هن بدهم اياه. بس نحن عم نحكي لما بيكون في خلاف حتى ما نون متفقين لا وين المكان ولا اي كم ساعه ولا اي يوم ولا شيء، فهي القاضي بيقرر. هلا بنقول شروط الاراءه، ولكن نحن خلينا نكمل حديثنا انه فبتقدم هذا الطلب انه اسمح لي اشوف اولادي بالساعه الفلانيه المكان الفلاني، القاضي طبعا بيصدر قرار بانه يجب ان ترى اولادها بمكان فلاني. طبعا هذا القرار بده يتنفذ، فبيروح عند رئيس التنفيذ الشرعي، رئيس التنفيذ الشرعي بتلتمس منه انه هذا القرار يصير منفذ، وبيقدم اختار للطرف الثاني لحتى يعني بيحط القرار موضع التنفيذ ويجبره ويلزمه يوم بالاسبوع حسب عمر الطفل العفاف. هلا نجي لهي النقطه انه هي شو اوقات الاراءه، شو مده الاراءه. لما بيكون الطفل عمره يوم لحد الاربع سنوات فبيقول لك انه ساعتين اسبوعيا. لما بين الاربع سنوات والخمس سنوات ممكن يقول لك انه 12 ساعه. لما بيكون الطفل فوق الخمس سنوات فبتكون هي 24 ساعة أسبوعيا. هذا عم أقول أنا بحال ما في اتفاق وبحال ما اتفقوا على مكان، وأنا هي النقطة كتير حابة أحكي فيها. هلأ إذا ما اتفقوا فبصراحة بمركز الإراءة أو بيسموه مركز الإراءة، كل محافظة في مركز إراءة خاص فيها بيشوف الولد الأب أو الأم، يعني أحيانا العكس كمان، أحيانا الجد والجدة بدون يشوفوا أحفادهم. فأنا بنصح هي القصة بالذات يعني على قد ما نحن منشوف المشاهد المؤلمة جدا بمركز الإراءة ونشوف النزاعات ونشوف الصوت العالي أحيانا، فإنه والله حرام
يعني هدول صحيح. الأطفال أنتم فصلتوا الطلاق أبغض الحلال بس حلال ما في مشكلة، بس الأطفال على القليلة جنبون هاي المشاهد هاي الذكريات اللي راح تعيش معهم لحتى يكبروا واللي راح تخليهم بعدين ياخذوا قرارات بحياتهم ممكن طبعا. غلط يعني من هذا الشيء ممكن يعني يصيروا أشخاص غير سويين نفسيا. أحد القصص عم تحكي عن كيف صارت ملف الإراءة نفسه بيلو الإيد فيه، يعني أنه أنا بدي روح شوف ابني مثلا، بتروح الزوجة مثلا عبر المحامي تبعها تعمل سند إقامة أنه هي مقيمة بمنطقة معينة، وقت بده يتحدد الموعد بتغير مكان إقامتها بتغير سند الإقامة، بضل هو عم بيلف يلف يلف وما عم يتحدد له موعد ليشوف أولاده أو العكس، يعني نفس الشيء سواء كان الرجل أو المرأة. طيب هي كمان مشكلة حاليا، هلأ ما ممكن يلتقى لها حلول هذا التلاعب على هذا الموضوع؟ هلا والله هو دائما نحن شو ما عم نسد ابواب وثغرات عم يطلع لنا قصه جديده ما بتكون بالحسبه. صحيح. بس يعني مبدئيا وقت عم يتقدم الطلب عم يتحدد المكان راسا بالطلب، فهي بتلتزم بهذا المكان. هلا تغيير انا سمعتها والله تغيير مكان الاقامه هي والله موضوع يعني متعب ومزعج، لذلك انا بقول يعني لو انه يعني برجع بقول لما بيكون في اتفاق غير لما بيكون في خلاف، لانه القانون بيغطي ثغرات كثير ولكن ما عم يقدر يحمي بشكل كامل لا الطفل ولا هي اللبكة اللي بتصير على الطرف الثاني لما الطرف الاول بيتقصد يتلاعب بدوخه، يعني بدوخه بالفعل بدوخه. خلينا نوضح كمان استاذه رنا، دعوه استرداد الحضانه من الام، خلينا نحكي عنها طبعا. بشكل هيك موسع واوضح اكثر كرمال هيك الكل يعني يكون في فكره عنا، ما نسمع نحن من هون ومن هون كثير نسمع، لانه انه دعوه استرداد حضانه من الام شو يعني؟ هلا استرداد الحضانه من الام، هلا نحن قلنا في اسباب بتؤدي لسقوط الحضانه من احد الاطراف، خلينا نقول انه الام مثالا انت عم تذكري الام ولكن هو الشيء بيتطبق على الام وعلى الاب، يعني حتى الاب اذا كان في عنده سبب اسقط الحضانه وخلص السبب فنحن بيقدر هو يسترد الحضانه، والام نفس الشيء. يعني اعطيكي مثال عملي، اذا الام تزوجت وشاف القاضي انه مصلحه المحضون ما بقت بوجوده عندها فهو شو بتسقط عنا الحضانه، طيب انتهى هذا السبب انفصلت الام عن زوجها الجديد يعني مو أبو الولد، انتهى السبب اللي أدى لسقوط الحضانة، طبيعي بحق إلا تسترجع الحضانة. كيف تسترجع الحضانة؟ بيشبه الإراءة نوعا ما، كمان بتقدم طلب للقاضي الشرعي إنه أنا تزوجت ولكن انفصلت فالسبب الذي أدى إلى سقوط الحضانة انتهى فأنا بحق لي استرد الحضانة، فالقاضي بيصدر قرار القاضي الشرعي طبعا بإنه هاي الأم بحق إلا تسترد الحضانة، وبيصدر أمره بإنه تنتقل الحضانة من الشخص الحاضن، بجوز يكون الأب بجوز يكون الجدة، يعني بغض النظر حسب ترتيب الحضانة حسب الظروف، فبترجع بتاخذ حضانة ابنها. وهذا هو الطلب الاسترداد الحضانة اللي هو بينطبق عن الأم وبينطبق على الأب. باختصار هذا يعني اليوم هيك حكينا عن معلومات تفصيلية مع حضرتك، شكرا لك استاذة رنا ولوجودك، وبنتمنى من الكل الانتباه انه بالنهاية هذا الطفل ثمرة حياة مشتركة، سواء رضينا او ما رضينا رح يحمل اسماءنا حيحمل اعبائنا فيما بعد. صحيح. فبنتمنى هيك يكون نظره للطفل بعين الرحمه. صحيح. وعين الرأفة قبل مشاكلنا، يعني نحن الكبار الشخصيه ومشاكلنا اللي ما بتخلص، من حقنا نحن جبنا الطفل ما له ذنب انه يجي على هالدنيا، بس مو من حقنا نعمل فيه هيك. ما بحق لنا نحن. صحيح. لازم نجيبه على دنيا وجو مليان هيك. صحيح. سلام بالمقابل سلام اكيد. شكرا لك استاذه رنا، وبنتمنى اكيد السلام والمحبه والتفاهم لكل الناس وبين كل الناس. شكرا لك يا سلمى، وصلنا لختام صباحنا، بدي اتمنى لك يوم مليان حب وسلام، واكيد لكل المشاهدين شكرا لكم على المتابعة. ولهيك بيكون خلص صباحنا معكم لليوم، بدي أتمنى لكم يوم بيحمل معه كل الخير. باي باي. أكيد، وبنتمنى هيك اليوم يكونوا شوي استفادوا من المعلومات، ما نتردد زيادة عن اللزوم، نفكر إيه بقراراتنا بس ما نتردد، وهالشي يمكن بيساعدنا بكل شيء بحياتنا، لأنه أكيد أي شيء رح ناخده رح يمشينا إما سلبا أو إيجابا. إن شاء الله طرقاتكم كلها مفتوحة ومفروشة بالخير والرزق يا رب. بكرة يوم الجمعة يوم العطلة، إن شاء الله تقضوه هيك براحة وسعادة بقلب البيت أو وين ما كنتوا رح تروحوا، وتشوفوا مقتطفات من صباحنا غير طول الأسبوع ببيست أوف. بكرة السبت موعد جديد مع زميلاتي وفريق إعداد جديد، ضلوا بخير، باي باي.